السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل حضرة المواقف. إليكم ملخص الحلقة 19. ناصر بيقول أنه بدي أتزوج مو أمه، بتقول له كل مرة بتخطبك وبتخجلني، بقول لها هالمرة غير كل مرة، بنت بتعرفيها وبتحبيها، بتقول له بحبها وموافقة، مين هي؟ بقول لها أوليف، بتقول له مين كنت تسمعني بهالاسم؟ بقول لها أوليف اللي قاعدي مع بيت عم يوسف، بتقول له انت جنيت، وبترفض. أوليف بتقول لها حصة وفاطمة وشيخة ناصر بده يتقدم له، بكون يوسف برا عم يسمع، وبقول ليوسف بعقله ما فشرت بالخايس تتزوج من بنتي. وناصر بتخش باب على أمه، بقول له بدي اتزوج من أوليف، بتقول له أنا ما بزوجك أوليف، أبوها كان يشتغل خادم عند يوسف. بقول له أوليف